بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعون قراءة الرواية باللغة العربية وهي مكتوبة باللغة الإنجليزية، وهي رواية ست شامية. أنا جدتك ست شامية، أقول لك قصتي، اسمع لي. في اليوم الأول الذي خرجت فيه إلى الحياة من سكني الأول رحم الأم، يا ابني كنت في مسكني رحم الأم، أنا أسمع لم أتكلم البتة يعني بالمرة. اليوم هو يوم جديد، يوم ميلادي محسوب من عمري في الدنيا، أنا أحاول أن أتكلم، ما زلت لا أستطيع الكلام، فقط أنا أسمع. وفي اليوم الثاني أيضا فقط أسمع دون أن أتكلم. اليوم الرابع حتى 200 يوم تمكنت من حفظ 200 من الأسماء، كما يقال حفظ. يا ابني في اليوم الثاني أنا استنتجت أني سأمكث مدة 200 يوم في مسكن الثاني، والحالة ستكون متشابهة كما كانت في مسكن الأول داخل بطن الأم، فقط أسمع أحفظ من غير أن أتكلم. يا ابني أبغاك تتذكر دائما مسفن أرددها كثير في القصة، وهي عندما أتاني في اليوم الثاني من ولادتي، أتاني الخوف من النسيان، لأني نسيت 200 اسم أتعلمتها وأنا في بطن الأم. ما زلت أروي لكم رواية ست شامية. ست شامية واصلت الحديث وقالت: اليوم هو اليوم الرابع، يا ابني لو تقدر دائما تتذكر مسفن. ترى القصة طويلة، مسفن يعني 200 اسم أتعلمتها وأنا في بطن الأم ولكن نسيتها. أتذكر أنا أهم اسمين من 200 اسم، هما أنا والحسد. آه يا ولدي، في اليوم الثاني من ولادتي تعلمت إني إما أن أكون الحسد أو الخوف. هل تعتقد حتى جاني الموت بعد ما يقارب 100 عام، هل تعتقد إني عرفت أي واحد فينا هو أنا؟ الخوف أم أنا الحسد؟ ألا تعتقد أن هذا سؤال صعب؟ ألا تعتقد أن هذا سؤال صعب الإجابة عليه؟ ما زالت ست شامية تتحدث، واسترسلت في الكلام وقالت: أنا جدتك ست شامية، أنت عارف أنا عشت 90 سنة. ما قدرت أجاوب هذا السؤال الصعب، كنت أفكر طول حياتي هل أنا الخوف؟ وكنت أجاوب نفسي نعم أنا الخوف. وكان سؤال آخر
هل أنا الحسد؟ وكان جوابي نعم ولا. احتمال أحسد نفسي فيكون جوابي نعم، ولكن أنا لا أحتاج أن أحسد امرأة ثانية، فيكون الجواب لا، لا أنا لست الحسد. أنا أعلم الحسد هو أنثى إبليس، والحسد بين النساء هو من أنثى إبليس تتحد مع أنثى الإنس. كنت أعلم هذا الشيء منذ أن كان عمري 4 أيام من ولادتي.